الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريف، أهلا بك معنا في حصادنا الإخباري. دكتور، بداية، شمال العراق يشهد عمليات عسكرية تركية تقول بغداد أنها تعلم بها، يعني ما مدى التنسيق مع أنقرة بشأن تلك العمليات، وهل فعلا بغداد موافقة على ما تقوم به تركيا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكفي أن يكون هناك تحديد لموقف الحكومة العراقية عبر المستشارين، وإنما يجب أن يكون قرارا وبيانا رسميا، لا سيما أن القوات التركية مندفعة الآن ووصلت إلى العمادية، أي بمعنى وضع يد على مساحة واسعة من شمال العراق الذي هو في الوصف العسكري هو وحدة جغرافية واحدة، لأنه حتى من يتحدث عن إقليم كردستان نحن نتحدث عن وحدة إدارية، بقدر تعلق الأمر بالمؤسسة الأمنية والعسكرية تكون الجغرافيا واحدة، وبالتالي هي قضية اتحادية. هذا الاندفاع هو أبعد بكثير من فرضية أن هناك مطاردة لحزب العمال الكردستاني، هو توسيع لنفوذ عسكري ومسك أرض وعادة انتشار وتموضع جديد إلى الأتراك في مناطق جديدة بذريعة البككة. ومثل هكذا قرار لا يستطيع حتى السيد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء أن يتخذ مثل هكذا قرار إلا بالعودة إلى البرلمان، لأن هذه قضية سيادية، ووجود قوات عابرة للحدود لدولة على أراضينا لا تمنح إذن من السلطة التنفيذية، لأنه أصل النظام السياسي في العراق وأصل النظام هو جمهوري برلماني، أي بمعنى أن السلطة العليا للبرلمان، وبالتالي على أقل تقدير أن يشرح السيد القائد العام للقوات المسلحة مبررات إعطائه الإذن في حركة القطعات التركية بهذا الشكل عبر المسالك البرية والجوية والانفتاح في مناطق تخلو من وجود البككة. فهناك بالحقيقة غاطس في مثل في سير الأحداث في إقليم كردستان تشي إلى أننا أمام تحدي كبير جدا، ولذلك من الضروري جدا أن يكون هناك رأيا رسميا حتى يصار إلى معاتبة. طيب، الرأي، أما أن نكتفي فقط بتصريح السيد المستشار فهو غير ملزم لا للحكومة ولا للبرلمان ولا حتى يوضح الحقائق للشارع العراقي، هذه قضية رأي عام، سيادة. طيب، بلدة تنتهي. يعني دكتور، هناك من يقول أن الحكومة وافقت يعني على تلك العمليات مقابل ملفات تخص المياه والتجارة وخصوصا يعني الطريق التنمية، يعني شنو تعليقكم على هذا الموضوع؟ أبدا، طريق التنمية فيه مصلحة محدودة ومصلحة نسبية إلى العراق، والمصلحة الأكبر هي لتركيا، فضلا عن أنه سينقل أهمية المنفذ البحري للعراق إلى منفذ يمر عبر تركيا وإلى حوض البحر المتوسط ليعزز من ضواغط تركيا على أوروبا، وهذه مسألة حصر البضائع وسلاسل النقل البري البحري البري بالنسبة لأوروبا تعتبر مهمة، فضلا عن خطوط النقل للطاقة، فهو تعزيز لدور تركيا مقابل هذا الإنجاز التركي، واللي بالحقيقة واضح جدا أنه تتحدث تركيا بوصفه مهم وحيوي للاقتصاد التركي. ماذا جانا العراق؟ قالوا أنه هناك اتفاقية ستضمن لنا إطلاقات مائية محدودة، ثم حتى مقابل الإطلاقات المائية اشترطت تركيا، طبعا الإطلاقات المائية أوصلتنا إلى حالة العطش المائي في التهديد، يبدأ الفقر المائي وهو ضوء خطر في التحدي، ثم ينتقل إلى العطش المائي الذي هو ضوء أخضر يمس وجود الدولة. الأبعد من ذلك قالوا حتى نعطيكم دفعات مائية لابد أن نسيطر على البرنامج الزراعي في العراق. طيب، أي هل هكذا مواضيع كل يتم التقايض بها أم هي أعراف دولية دكتور؟ تركيا. أبدا، بعيد كل البعد على الأعراف الدولية، وعلي أستغرب بل أستهجل الموقف الاتحادي. أنت حليف استراتيجي للولايات المتحدة وترتبط معها باتفاقية إطار استراتيجي واتفاقية أمنية، لماذا لا تلجأ إلى الإرادة الدولية؟ وهناك قانون للدول المتشاطئة هو الذي يحدد ويقرر الحصص المائية لكل دولة بحسب الحاجة وبحسب رؤى
دولية وليس تتعلق بالدول. لم تلجأ الحكومة إلى تدويل ملف المياه مع تركيا فضلا عن إيران. طيب. وأضاف إلى ذلك أبرم اتفاقية هي اتفاقية كلها في مصلحة تركيا. بالمناسبة هذه قضية ربط الأمن المائي والأمن الغذائي بتركيا قضية غير مبررة مبهمة. يعني أنا على أي أساس أنا أريد أسوي نهضة زراعية وأجيب مرشات هذه قيود جديدة مرشات. لربما ستفرض لاحقا على الشعب العراقي دون السياسات والحكومات. طيب دكتور، هل فعلا بغداد قادرة على تصنيف حزب العمال كمنظمة إرهابية؟ والله خطأ استراتيجي، يعني نأمل ونحذر أن لا يقع فيه صانع القرار السياسي. هو يفترض أن يستشير القادة العسكريين. الحروب الجبلية من أقسى وأشد الحروب التي تستنزف موارد الدولة على مستوى الموارد المادية والبشرية. ثم ما هي مبررات الحروب الجبلية؟ لو كانت القضية قضية أمن قومي وقضية استحقاق وطني آنذاك قد نعطي مبرر للقرار. لكن البيكيكا أولا بحيث التركيبة الأيديولوجية هم جنسيات متعددة، يعني أكو بيكيكا سوري وأكو بيكيكا عراقي وإيراني وتركي. ليش أنا أجي أصنف البيكيكا العراقي اللي هو دي يبقى عندي يحمل أفكار وأحاكم على أساس الأفكار واعتبره إرهابي نزولا عند رغبة تركيا وأخلق أزمة؟ ما هذا إذا صار علي ضغط بالميدان راح يشتبك ويا قطعاتي، ويجيني رأي آخر يقول خلي نزج الحشد الشعبي بالمعركة. كيف تجري الاستهانة بالموارد الوطنية بهذا الشكل؟ حرب قاسية، استنزاف موارد لقضية ممكن معالجتها من قبل تركيا بحلول سياسية. طهم حكم ذاتي، امنحوهم حكم ذاتي وأزيلوا هذا القلق والصداع للمنطقة عموما في سوريا وفي إيران وفي العراق وأحسم هذه القضية. أكراد لديهم حقوق في تركيا، احنا عندنا الدستور اولا لا يجيز حظر الافكار، وكل من يحمل فكرا ما لم يقترن الفكر بالعنف فهو مباح له، حرية الفكر مباحة. ثم في العراق هم ساهموا معنا في فترة دخول داعش، والكل يعلم من الذي كسر الحدود ومن الذي جعل الحدود مستباحة لدخول داعش. ساهموا معنا بتشكيل وحدات طيب. حماية في سنجار قاتلت داعش. أود سؤالك هنا دكتور، يعني هنا يعني أود المداخلة معك. يعني هناك مباحثات بين أنقرة ودمشق ستكون برعاية بغداد، يعني هل لها علاقة بموضوع حزب العمال الكردستاني؟ لا، هذه بالحقيقة فيها الرؤية التي تتطلع لها حكومة السوداني في الاقتراب من روسيا، لأن هناك تقاسم لمناطق نفوذ ورغبة في تسوية مناطق النفوذ في سوريا. وهذه قضية في تقديري احنا في غنى عنها. الآن يفترض أن ننشغل بهمومنا الداخلية، وإذا كانت أكو أزمة بين سوريا وبين تركيا فلتتدخل روسيا لا بأس. روسيا لديها مصالح. روسيا بعد الاتحاد السوفيتي لم تبقى لها سوى قاعدة واحدة، هي قاعدة طرطوس، وهي قاعدة دعم لوجستي للأسطول العامل في البحر الأسود، وله علاقة بمضيق باب المندب، مضيق راح من بالي، المهم المضيق اللي يربط البحر الأسود بحوض البحر المتوسط، البسفور والدردنيل. هذه المضائق تمثل حلقة الوصل بين القاعدة وبين الأسطول العامل في البحر الأسود. هذه روسيا عندها مصالح، ثم روسيا ترغب في إطلالة بحرية على مستوى الغاز ومعابر الغاز. ما هو أصلاً اللي حرق منطقتنا سواء كان في سوريا أو في العراق، يعني وكانت واحدة دكتور أحمد من الموضوع أكبر من حزب العمال الكردستاني، هي أنابيب الغاز. بالحقيقة أنا أقول لك أختزل لك الدور التركي. تركيا ترغب في أن تسيطر على معابر الغاز وتصبح إطلالة لمتوسطية للسيطرة على أوروبا، حتى هي تشكل إمدادات الغاز عبر تركيا. واضح. وتركيا تستخدم ورقة الغاز بالضغط على أوروبا. الآن واضح. قد تستبدل هذه القضية في سوريا. لذلك هم يرغبون في تسوية الأمور. وبالمناسبة لاحظ في دائرة الصراع من يستنزف؟ الشعب السوري الكريم الذي كان متعايش سلميا، شوف تشتت بقع الأرض وشوف الخسائر اللي انطوها. والعراق فقط في الموصل انطينا 42 ألف ضحية عنف بعد دخول داعش. الشعوب هي اللي تدفع الأثمان، وما عندنا استعداد أن نجازف مرة أخرى، لا سيما راقب الأزمة التي تحصل في الموصل الآن
في قضية مجالس المحافظات. واضح. اذهبوا إلى مداواة جراح الموصل بدل أن نذهب إلى مجاملة تركيا. واضح دكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني الاستراتيجي، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.